قدام بايرن، قدام بايرن لو انت عديت الدحيل ورحت البايرن هيبقى صعب ان انت يحصل اخطاء زي دي وتعرف ترجع في مباراة. يعني بنتمنى طبعا ان الفرقة اللي موجودة اللي انا شايفها دلوقتي في الاهلي يمكن هي نقطة الضعف الوحيدة اللي عندهم، هي اللي انا من وجهة نظري شايفها في الناحية الهجومية. يعني هم ما عندهمش مهاجم مشاكس قدام، هداف بيخلص كل كرة تجيله. توقعنا ان والتر بواليا لما جه من الجونه كان هو هداف الدوري، قلنا ان هو لما يجي هيندمج على طول وهيركب على طول مع الفرقه. يعني ما كانش موفق طبعا في البدايه، في فرص كثيره جات له ضاعت منه. هو ده كان طبيعي ان انت هتفرق معاه، تاخد وقت عشان تخش فريق؟ هو ده الطبيعي، بس انت في لعيب بيجي بيندمج على طول. يعني احنا شفنا مثلا سواريز كان في برشلونه كان هداف تقريبا برشلونه، مشي منهم بشكل غريب جدا، ما حدش كان متوقع الطريقه اللي مشي بيها، وفجاه راح اتلتيكو مدريد. هو دلوقتي هداف الدوري مع ميسي، ده الاثنين كانوا هم الهدافين في نفس الفرقه، دلوقتي الاثنين هم الهدافين، ده اتلتيكو مدريد وده برشلونه. شفنا كريزمان من سنه كان هو هداف الدوري في اتلتيكو مدريد، لما راح برشلونه مش قادر يندمج بالشكل اللي هو كان فيه فين في اتلتيكو. فوارد ان في حاجات بتحصل بتبقى انت مش يعني لعيب بيندمج بسرعه، ده بيبقى ناتج عن ايه؟ ان انت اول ما بتيجي تلعب بتلاقي نفسك اخد التوفيق اللي انت مثلا من اول مباراه جات لك فرصتين ثلاثه خطفتهم وسجلت، بتلاقي نفسك حسيت انت ان انت ركبت ده. اما يعني اما بتبدا ان انت تركب ال 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 البدايه بتاعتك بتكمل عليها، زي مثلا اي حد في الحياه مثلا بتعمل حاجه جديده في حياتك بتلاقيها مشيت معاك، فبتعرف بقى تبني عليها، بتعرف تكمل وتعرف تبني عليها اللي انت الهدف اللي انت عايز توصل له. لكن لما بتيجي تبدا في حاجه لو بدات بصعوبات بتبدا بقى تواجه الصعوبات عشان انت تحاول ان انت ايه توصل للهدف اللي انت عايز توصل له. فيعني انا شايف ان الاهلي عنده يعني عنده امكانيات كتيره في المراكز كلها، عنده ناحيه الاطراف عنده مراكز يعني لعيبه كتيره جدا، طاهر وعنده كهربا وفي عنده تحت قفشه ووليد سليمان وفي عنده محمد شريف برضو قدام، في مروان محسن برضو، في ووتر بواليا دلوقتي، بس في الاخر برضو لسه بينقصهم ان الهداف اللي هو كل كره يجيبها، زي مثلا ليفاندوسكي. ليفاندوسكي بص في بايرن ميونخ بيعمل ايه؟ مفيش كره بتجيله جوه، يعني من 10 كور يجيب منهم 9 صح، مش مثلا من 10 كور يجيب منهم 2 و9 و8 يضيعوا. عشان سعره، عشان سعره. بس يعني اللي انا قصدي اقوله ان انت الاهلي كفريق معود جماهيره على البطولات، وكفريق بحجم الاهلي وصفقات الاهلي واللعيبه الكبيره اللي مرت على الاهلي، احنا طول عمرنا في الاهلي على مدار السنين دايما الاهلي بيبقى عنده الهداف الاول لمنتخب مصر زي عماد متعب، وكان قبل عماد متعب لعيبه كتيره جدا كانوا موجودين زي كابتن حسام حسن وزي احمد بلال وزي يعني مش عايز اقول اسامي، بس طول عمره كابتن خالد بيبو، طول عمر النادي الاهلي معروف عنده ان دايما عنده المهاجم.